شكرا يا شاعر عمان المميز في نبهان. الله يعزيك. قصيدة جميلة. وحضورك أيضا تفاعلك مع القصيدة كان مميز. من الجميل أن إحساس الشاعر يكون حاضر بهذه الصورة تفاعله مع قصيدته، إحساسه بكل بيت يقوله، وهذا كان واضح وملموس بهذا الحضور وهذا الإلقاء المميز، فشكرا لك. أول ما يلفت انتباهي في هذه القصيدة غير الذاتية اللي موجودة فيها، دلالة دلالات الماء والسيولة اللي موجودة فيها، فيها سحابة السحابة اللي فيها المطر والهطول، الحبر أيضا، الدموع صبي دموعك، ولو أن هني الدلالة أيضا غير المعنى المباشر لكلمة الدموع، قطرات المطر في هذا التصوير الجميل، أبحر بها الإبحار في محيط، المحيط أيضا السيولة اللي موجودة فيه، الدم أيضا المذكور في هذا القصيد في هذه القصيدة. إذا بنتحدث عن دلالة السيولة أو دلالة الماء عموما في من حيث الرمزية الأسطورية اللي موجودة أو من حيث الاتصال المباشر فيها من دلالات الحياة والخصوبة، وأربط كل هذه الدلالات بذات الشاعر من خلال الموضوع اللي طرحه، طرحت فيه موضوع علاقتك بالشعر من طرف، علاقتك بالتحدي الإنجاز المعاناة أيضا، وواضح أن هناك اشتغال قوي وكبير على التصاوير الشعرية الموجودة في كل بيت على حدة، عندك تقريبا في كل بيت تصوير شعري له خصوصيته وله جماله اللي ممكن يكون متصل مع موضوع القصيدة بشكل كامل أو منفصل، ممكن أنك تأخذ كل بيت على حدة وتستطيع أن تغير في ترتيب الأبيات دون أن يتأثر معنى أو موضوع القصيدة فيها. بسألك عن البيت اللي تقول فيه ولا صار لحم السمان السبع قوت الضباع، شو تقصد هني بالسمان السبع؟ طبعا أستاذ علي، أستاذ عشان توضيح للمشاهدين أيضا. نعم نعم، سبع السمان طبعا هو إسقاط على سبع معروف السمان والعقال. نعم، لكن دائما بقدر ما يمضي من عمرك ما ممكن يرجع شيء، يعني مثل ما أنت تأخذه كل ما مضى اللي مضى خلاص يرجع، يعني اللي يمضي يعني مهما رجعته من الأيام أو مهما تعوضك الأيام فيه ما ممكن ترجع اللي خذته منك. هل الرقم سبعة هني السبع أي دلالة أو رمزية تقصدها ولا فقط إسقاط على؟ لا، هو إسقاط طبعا بدون دلالة للرقم السمان السبع. القصيدة جميلة يا أخوي نبهان، أنا أشكرك عليها وأتمنى لك التوفيق. الله يبارك. كل الشكر لك أستاذ سلطان، وننتقل لك أستاذ حمد، تفضل. الله يعافيك. الله يعافيك. فعلا الناس جميل جدا وناس معتب، وما اتخذ الشاعر مخضرم مثل نبهان. الله، يعني له تعبير في الشعر، اعتقد انه تجربته الشعريه ناضجه وجميل واضح في ادواته الجسيمه. كان عتبك استاذ حمد، نحن اتوقع صوتك شوي اختفى عنا. ف نعم، انا اتوقع المفروض اني اعطيك المايك، بس دقيقه عشان رايك اكيد يهمنا. الله يديم فضلك نبهان، قواك الله. الله يقوي ابو خالد، شكلي المايك هذا ما راح اعطيهم اياه، خلاص بعيد ابو خالد بعيد. نبهان الله يعطيك العافيه. نبهان طبعا النص واضح، هناك نضوج شعري وتجربه شعريه ناضجه، والدليل واضح في هذه الابيات الجميله اعجبتني. تحدثت عن الشعر وعتاب الشاعر على الشعر، والبيت اللي قلت اشبعت بطن القصايد والاماني جياع، اعتقد انه كان يختصر حقبه زمنيه او تجربه مر فيها نبهان، انه ما زالت الاماني جياع ولكن قد تشبع هذه الاماني من خلال هذه المسابقه في حضورك المتالق. انا عشان ما اطيل، ليس بالضروره ان نسهب في الحديث، النص جميل الامانه، وعجبتني قافيه الميم والهاء، ووظفت مفردات جاءت في مكانها حتى أن وصلت إلى صبي دموعك على أرض الجفاف الرهمة، مفردة الرهمة من زمان ما سمعناها، وهي المطر المستمر، المطر الديم مثل ما يقولون. قصيدة هلال أو أبيات هلال، إذا مو طويلة نبي نسمعها. أنا تنازلت عن التعليق عشان أسمعها الأبيات. نبي يطردنا والله خالد، النص طويل يعني نص هلال طويل.
لا إذا طويل الوقت تعرف حنا مضغوطين. لا أنا ما بخل وقت زملائي خلاص النص طويل نكتفي. وحتى من البداية اللي على ذمتك ما في مشكلة. لا أنا نكتفي في جمال هذا النص الشعري. ختمت ختام جميل لو لوح العمر بكفوفه وحان الوداع ما عاد ينفع أجر الوقت المعصم. شعر ناضج نص محبوك حبكة شعرية جميلة جدا. أحييك على حضورك هذا المساء يا نبهة. على رأسي أسماء. كل الشكر لك أستاذ حمد وعذرنا على اللي صار. ننتقل لك دكتور غسان تفضل. بالنص يا نبهان النص دل على تجربة شعرية ناضجة وقادر على الكتابة واستل على معرفة فلسفة الشعر في القول والفرق بينه وبين الأساليب الأخرى. كل بيت من هذه الأبيات يشهد بهذا لأنه الشاعر في كل ما جاء به في هذه القصيدة من موضوع حمله على صور شعرية جميلة منها ما ذهب إلى الرمزية أو الخيال المضاعف وهذا شيء جميل جدا. لكن خفتت الصلة ما بين البيت والبيت. كلها أبيات مطرعة بالشاعرية ولكن الصلة التي تربط البيت بالبيت والتي تؤدي إليه خفتت يعني لدرجة أني أنا رأيت أنه ممكن تأخير والتقديم في هذا النص في كل أرجائه. لكن الشاعرية ظاهرة بشكل قوي جدا. أنا أعلق على البيت اللي بتقول فيه للخيل والليل والبيداء ورا الشجاع اللي توسد على ضلع البياض إقلمة. طبعا هذا في تناص مع بيت المتنبي اللي هو الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ما أعرف ليش أنت هربت من السيف والرمح مع أنك بتقول عن نفسك أنك شجاع. يعني الخيل والليل والبيداء جبتهم لكن استثنيت السيف والرمح وتقول أنك شجاع. على كل حال النص جميل من أوله لآخره وأنا أشكرك عليه.